خلينا نروح دلوقتي لخبر تاني جميل برضو، وهو ان الحقيقة ان في افكار شبابية مميزة جدا من الطلاب اللي بيقدموا مشروعات غاية في الابداع. من بين المشروعات المختلفة والمميزة دي فكرة رحمة شاهين، وهي مشروع تخرج كلية فنون تطبيقية قسم ملابس جاهزة عام 2023. عملت ايه بقى رحمة؟ فكرت في مشروع ملابس للاطفال تناسب اكتر من سن في نفس الوقت، وكمان اننا نستخدم القطعة الواحدة باكتر من طريقة وشكل وتناسب اكتر من مقاس في نفس الوقت. طيب ازاي؟ طبعا ده هيكون امر اقتصادي جدا للاسر، ومهم كمان في فكره ان الاطفال ما تزهقش لانهم بيبقوا عايزين يظهروا بشكل مختلف دايما. طيب تفاصيل اكتر هنعرفها من الاستاذه رحمه شاهين، وهي تقول لنا وتحكي لنا عملت كده ازاي. صباح الورد عليكي. صباح النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. خليني في البدايه رحمه اعرف منك ازاي جاتلك الفكره دي، ازاي يقدروا ان هم يلبسوا نفس القطعه بمقاسات مختلفه؟ دي لفتت نظري جدا بمظهر مختلف، احكي لنا كده ايه الموضوع. تمام، زي ما حضرتك قلتي فعلا بالظبط، هو ده مشروع تخرجي من كلية فنون تطبيقية قسم ملابس جاهزة جامعة بنها. كان هدفي الأساسي وأنا بعمل المشروع إن أنا ألاقي مشكلة هي فعلا بتواجه أغلب الناس وبتبقى أزمة حقيقية، وإن أنا ألاقي لها حل، مش بس أعمل مشروع بسيط وخلاص. فلقيت إن أغلب يعني من أكثر المشاكل اللي بتواجه كل الناس هو إن الأطفال في سن صغير ده، خصوصا في مرحلة النيو بورن، يعني اللي هو أول ما الأطفال اتولدوا، اللي رضع يعني. من أول شهر لحد 5 سنين مثلا، هما بيكبروا بسرعة جدا، فالقطعة بتصغر عليهم بشكل سريع جدا. حقيقي. فالأهالي بتلاقي إن هما كل 2 3 شهر محتاجين يشتروا قطعة جديدة لأولادهم، لأن القطعة دي خلاص مش هينفع يلبسوها تاني. فجت من هنا فكرة إكس أند سمول، هي اسم البراند اللي أنا سميتها، بحيث يكون الاسم برضو ليه علاقة بالكونسبت بتاع المشروع، وهو إن هما بيلبسوا القطعة في أكتر من مقاس، وبتلاقي يعني بتليق عليهم في كل السن. حققت ده ازاي؟ حققت ده بأكتر من طريقة. ان انا اول حاجة ان انا في خامات بس استخدمتها وعملت لها طريقة معالجة معينة، حاجة شبه البليسيك كده، بحيث ان القطعة تكبر وتصغر على حسب السن. يعني لو طفل يعني مثلا بتتوسع وتتضيق قصدك؟ بالظبط تاخد شكل الجسم، بالظبط تكبر على عظيم. حسب شكل الجسم وبترجع تاني مع العادي. يعني هو لو الطفل لبسها صغير هتيجي على مقاسه، لو جاي لبسها كبير هتيجي برضه على مقاسه، لو رجع تاني صغير هتلبسها برضه هتيجي على مقاسه. يعني زي ما تقولي كده بتمط وترجع تاني بالظبط، زي ما هي. ايوه بالظبط، بتمط وترجع تاني، مش بتتأثر بالغسيل ولا بتتأثر بأي حاجة. ده طب كان جزء من المشروع. طيب وباقي الأجزاء، الألوان بقى والتنسيق؟ اهم حاجة كان عندي ان انا التصاميم كلها اللي انا اعملها تكون بتعجب الاطفال، وكنت مختارة باليتة الوان تكون كلها فواتح والوان مبهجة، علشان الاطفال طبعا بيبقوا بيحبوا الحاجة الملفتة، بيحبوا الحاجة اللي هي لما يشوفوها تجذب كده انتباههم وتعجبهم. فكان ده اعتمادي الاساسي في ان انا اختار الالوان وشكل التصاميم حتى، والرسم على النقوشات اللي انا رسمها على القماش وهكذا. فالاجزاء التانية بقى كان فيها حاجات مختلفة كتير، يعني في فستان مثلا، فستان ده قطعة واحدة بس ممكن يتلبس لاكثر من 3 مقاسات. ازاي؟ ان هو بيتلبس بطريقة متنية مرة ومفرود، وفي حاجات من على الجناب بتوسع وبتضيق، ففي عظيم. حاجات كتير بتخلي القطعة نفسها واحدة بس تتلبس لأكتر من مقاس. وبينت عظيم. ده بقى معاكي، تفضل. وبينت في أكتر بقى من تصميم. أنا عاملة حوالي 5 أفكار، كل فكرة مختلفة تماما عن التانية. يعني في حاجات قطعة واحدة، في حاجات قطعتين، في حاجات هتبقى 3 قطع، فهي كل حاجة منهم مختلفة تماما عن الحاجة التانية، بحيث إن أنا أبقى وفرت كل الإمكانيات وكل الأفكار الممكنة. عظيم جدا طبعا، وفكر اقتصادي وبيوفر على الناس كتير. انا بشكرك شكرا جزيلا وبحييكي على الفكرة العظيمة دي، الأستاذة رحمة شاهين.